تعرف ليش بنادوا الممرضة سيستر؟ كلنا عارفين أن الأم هي الممرضة الأولى، فهي منذ بداية الخليقة كانت تقدم الطعام لأولادها السليمين وتقدم الدواء لأولادها المرضى. في العصور الوسطى كان التمريض واجب ديني، وبأمر من الكنيسة تحولت الراهبات إلى ممرضات وبعض الرهبان إلى أطباء. ومعروف أنه في الكنيسة بتنادي الراهبة أخت فلانة، وفي الكنيسة تنادي الراهب أبونا فلان. لو رجعت بالزمن 70-80 سنة لورا راح تلاقي أنه في بريطانيا كانوا ينادوا الممرضة سيستر، وكانوا ينادوها في السويد زيستر، وكانوا ينادوها في ألمانيا زوشتر، وكانوا ينادوها في صربيا وكرواتيا واتشيك زيستغا، وكانوا ينادوها في بلغاريا زيسترا. ظلت هاي النظرة موجودة حتى إجت فلورنس نايتنجل وحبت تفرق ما بين الممرضات ورئيسات الأقسام. وفي نهايات القرن 19 أصبحت كلمة سيستر تدل على منصب معين أعلى من الهيد نيرس أو السوبرفايزر، وأقل من الميترون سابقا اللي حاليا بسموه الدايركتور. فمثلا لو في مستشفى فيه 9 أقسام راح تلاقي لكل قسم في هيد نيرس أو في سوبرفايزر، كل 2 أو 3 مسؤول عنهم سيستر. السيسترات كلهم تابعين مباشرة إلى الميترون اللي هي حاليا دايركتور. في الحرب العالمية الثانية كانوا الممرضات في الصليب الأحمر بيحملوا هذا اللقب، لأنه كل واحد جاي من بلد شكل ومن عرق شكل، فمنع العنصرية وحتى يتفقوا على الشغل سموا كلهم بنفس اللقب سيستر فلانة سيستر فلانة سيستر فلانة. على فكرة في أستراليا لحد الآن بعض الشباب بسموهم سيستر زي ما بينادوا البنت سيستر. حاليا في بريطانيا 300,000 ممرض وممرضة، ومنهم 38,000 هيد نيرس أو سوبرفايزر، وبعضهم بينادوهم سيستر لحد الآن ولكن بشكل غير رسمي. عرفت ليش ما بينادوا الشاب براذر؟ سلام.